السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم متابعيني في كل مكان، وحياكم الله في قناة مطبخ بنت اليمن. وصفتنا لليوم بتكون كيكة المشاكل، أو ما تسمى كيكة المشاهير، طبعا اشتهرت بهذه الأسماء، ولكن الحقيقة إن اسمها لاتيه كيك. طبعا بنشوف سبب تسميتها في هذا الفيديو، وكمان بنشوف إذا كانت فعلا تستحق كل هذه الضجة، لأنها عملت ضجة كبيرة في مواقع السوشيال ميديا وكمان في اليوتيوب. وكل الناس قامت تجرب هذا الحلى، فقلت خليني أنا كمان أجرب وأقول لكم رأيي فيها وكمان تجربتي، وإذا كانت فعلا تستحق كل هذا الضجة ولا لا. طبعا بقول لكم في نهاية الفيديو إذا كانت تستحق أو لا، لذلك تابعوني للأخير. أما بالنسبة لسبب تسميتها بهذا الاسم كيكة المشاكل أو كيكة المشاهير، لأنه في مشاهير تمشكروا على هذه الكيكة، في محلات قامت توزع هذا الكيك للمشاهير على أساس يعملوا لها إعلانات أو يعملوا لها دعايات، فكانت من بينهم فرح الهادي وكمان الدكتورة خلود قاموا عملوا إعلان لهذا الكيك من المحل الفلاني، وبعدين حصلت بينهم مشكلة لأنها كانت تقليد، أو كل من بتقول أنه يعني انسرق الإعلان، فأصبحت بينهم مشكلة. طبعا السبب بايخ جدا، بس الناس يكبروا الأشياء ويخلوا من الشيء حاجة كبيرة، وأصبحت مشكلة وأصبحت كيكة المشاكل وكيكة المشاهير. المهم الخلاصة أنه أنا حبيت أجرب هذا الوصفة معكم، المقادير موضحة في الشاشة وكمان بذكرها في الطريقة. فأول شيء أنا عندي هذا البسكويت، أخذت منه كمية بسيطة وطحنتها بشكل ناعم يعني. كمان أخذت نفس البسكويت بالشوكولاتة وطحنت كمية بسيطة كمان، هذا بيكون للوجه أو بيكون للزينة. عندي كوب واحد من الحليب، أضفت عليه ملعقتين من اللاتيه وخلطتهم مع بعض. طبعا هذا الحليب بيكون لتغميس البسكويت، بنخلطهم مع بعض بهذه الطريقة. كمان بناخذ من هذا الحليب، حليب التغميس يعني، ملعقتين، وبنحطها في الكريمة، بنشوف الآن في الفيديو. الآن بنجي نسوي الكريمة. أول شيء في العصارة الكهربائية بنضيف الدريم ويب ظرف واحد، وبنضيف ظرف واحد من الكريم كراميل، أنا استخدمت جبن كريمي المتوفر عندي، أخذت ما يقارب 6 حبات من الجبن الكيري، وبالأصح نحنا نعمل جبن الكيري يعني 6 حبات. كمان نص علبة حليب مكثف محلى، وعلبتين من القشطة، وآخر شيء بنضيف ملعقتين من حليب التغميس، وهذا الشيء اختياري. بنخلط هذه المكونات كلها مع بعض لما يصير عندنا الخليط بهذا الشكل. الآن بنجهز الصينية اللي بنعمل فيها الكيك أو بنسوي فيها الحلا. بناخذ من البسكويت الأبيض وبنغمسها في الحليب وبنحطها في الصينية بهذه الطريقة، يعني عندنا طبقة من البسكويت الأبيض. كمان بنعمل طبقة ثانية من بسكويت الشوكولاتة فوق البسكويت الأبيض يعني. بعدها بنسوي طبقة من الكريمة فوق البسكويت وبنوزعها بهذه الطريقة، وبنستمر بالبقية بنفس الطريقة. بناخذ البسكويت نغمسها في الحليب ونحطها في الكريمة،
تقريبا أنا سويت 3 طبقات في هذا الصينية، تقدروا تزيدوا الطبقات أو تقللوها على حسب رغبتكم. آخر طبقة من الكريمة بنرش عليها البسكويت المطحون اللي سوينا في بداية الفيديو. نرش عليها البسكويت بهذه الطريقة بشكل عشوائي. كمان أنا رشيت بعد البسكويت الأبيض حاجة بسيطة من البسكويت اللي بالشوكولاتة. ندخلها الثلاجة ونخليها لمدة 6 ساعات أو لما تجمد، يعني لما يكون قوامها تمام، يعني مناسب إنها تتقطع وتقدم. طبعا كلمساتي الخاصة حطيت شوكولاتة، كور الشوكولاتة فيها بهذا الشكل، وكمان قطعتها وبعدين حاولت أسوي شكل يعني يكون جذاب. فأخذت القليل من الشوكولاتة وذوبتها وبعدين حطيتها في القمع وشكلتها بهذه الطريقة. وأكيد التزيين بيكون على حسب الرغبة. وخلاص بتكون عندنا كيكة المشاكل جاهزة، جربوها إن شاء الله تعجبكم. أما بالنسبة لرأيي فيها، صراحة ما تستاهل كل هالضجة خالص. صح طعمها لذيذ وحلو طعمها، بس ما تستاهل هالضجة لأنها تقريبا نفس كل الحلويات اللي طعمناها من قبل زي حلى السجاد وغيره، يعني مذاقها مش مميز، مذاقها يعني عادي. بس أكيد اشتهرت مثل ما قلت لكم لأني صارت مشاكل بين المشاهير وهذه الأشياء، فاشتهرت وقامت الناس تجربها. وإذا أنتم كمان حابين تجربوها أنصحكم أنكم تجربوها، لذيذة جدا. بس مثل ما قلت لكم ما كانت تستاهل كلها ضجة، لا أكثر ولا أقل. فإذا حبيتوا الفيديو وكمان حبيتوا صراحتي، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا إعجاب، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.